إثر شجار وقع بين أحد المواطنين اللبنانيين ومجموعة من اللاجئين السوريين، قام البعض بتصرف فردي بإضرام النار في أحد مخيمات اللاجئين السوريين في شمال لبنان ليلتهم الحريق كامل الخيام الموجودة، مما خلق حالة كبيرة من الهلع والرعب بين سكان المخيم، ودفع البعض منهم لرمي أطفالهم من فوق السور المحيط بالمخيم خوفا من ألسنة النار والأصوات القوية الناجمة عن انفجار قنان الغاز، والبعض الآخر هربوا حفاة نحو البساتين المليئة بالوحل دون أن يتمكنوا من حمل بعض المواد الضرورية كحليب الأطفال والأدوية. وكالة الأنباء اللبنانية صرحت حول هذا الحدث بأن عددا من المواطنين في منطقة المنيا شمالي البلاد أضرموا النار في مخيم للاجئين بعد شجار اندلع بين أحد أفراد عائلتهم وعمال سوريين، بينما أكدت وكالة الأنباء الفرنسية بأن الحريق طال كل المساكن المبنية من مواد خشبية وبلاستيكية داخل المخيم الذي يضم نحو 75 أسرة سورية. فيما وصفت صحيفة أصوات اللبنانية هذا التصرف على وسائل التواصل الاجتماعي بأنه غياب للدولة وتأجيج لخطاب الكراهية المستعر ضد اللاجئين منذ سنوات، مؤكدة أن ذلك الخطاب تحول من حوادث فردية إلى عمليات جماعية تطال كل ضعيف وبريء. وأضافت الصحيفة أن هذا العمل الفردي المدان جاء نتيجة خلافات فردية بين بعض المواطنين وبين بعض الشبان اللاجئين، وقد تحمل ضريبته جميع اللاجئين في المخيم. وفي الأثناء أطلق نشطاء لبنانيون مبادرات إلكترونية لجمع التبرعات والمواد الأساسية لمساعدة سكان المخيم، بينما فتح بعض من سكان المنطقة أبواب منازلهم لإيواء المتضررين. يأتي هذا الحدث في وقت تتفاقم فيه الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها لبنان منذ أشهر، وخاصة مع تفشي جائحة كورونا وانفجار مرفأ بيروت، مما زاد في تعقيد الوضع الذي أرهق المواطنين اللبنانيين واللاجئين السوريين في البلاد على حد سواء. وتشكو الحكومة اللبنانية من تحمل عبء كبير لرعاية اللاجئين السوريين في ظل عدم حصولها على الدعم الدولي الكافي في هذا الملف، حيث يقدر عدد اللاجئين السوريين في لبنان بحوالي 1.5 مليون لاجئ، أي ما يقرب من ربع سكان البلاد، حيث يعيش عدد كبير منهم ظروفا معيشية صعبة للغاية.